خل اقول في الطريفه، اول البارحه والله تبلى علي ضابط مرور، يعني تعال ظليت انا واقف زين، تبلى علي انا اللي كلش احترم المنتسب، واقف تاخذ دواء، ها كلاب انا مستشار، واذا السوداني يقبل، قلت له يقبل شو مسوي، فجر الجسر، دا اخذ دواء ابن اخويا اجى دقيقتين زين، راح لزم كامرته ووقف ورايا وانتظرني انزل حتى عاني يسوي لي مشاجره، قلت استغفر الله العظيم عمي، خذ غرامه وانطيني الوصل خل اروح، استاذ ارجوك سياده الملازم، فمكلفه في كل شيء، انت مقيد، الناس كلها تريد، اقربائك يريدون، اصدقائك يريدون، جيرانك، انت من تريد تقول يا ابا احنا فريق خدمه عامه، احنا مو ما جايين من اجل مكاسب، جايين من اجل نشتغل لكل الناس، واني ادافع عن وجهه نظر حكومتي. والله العظيم السيد السوداني، واني في تجارب شخصيه كثيره قد تكتب في مذكرات، ما اعتقد يفرق بين عراقي وعراقي ابدا. اكو فرصه تعيين تصير بالتساوي، اكو بالجيش تصير بالقرعه، اكو احنا نعرف اكو حدود، كل نظام لازم يزرع في درجه معينه خصوصيه لموالين، يعني ما اقدر اليوم اسف اسوي لي فرقه مثلا بالجيش العراقي وعينها كلها بالقرعة، على الأقل أخلي لي 10% من الموالين للنظام، أنا ضابط أمن وضابط مخابرات حتى أقدر أساساً، حتى أقدر يكون عندي عنصر موالي، بالتأكيد هاي لازم تصير في كل المجالات، بس المساواة في الخدمة، المساواة في العمل، هاي سياسة استراتيجية في الحكومة العراقية. زين، بالخطاب الذي أنت وصفت به السيد السوداني والشرف الذي ادعيت به انك تعمل مع حكومه السودان، انت وحدك من يؤمن بهذا ام تشعر انه كل طاقم المستشارين او المقربين من السيد السوداني يعملون بنفس الرؤيه وبنفس العمق وبنفس الاحساس الذي تقول به؟ استاذ نجم، هو المدير يختار الفريق، يعني هسه اذا السيد رئيس وزراء او اي رئيس وزراء في تاريخ الحكومه لم يكن مطلق اليد في اختيار الكابينه الحكوميه، بالتاكيد تعرف يعني احنا عندنا انتخابات، عندنا ديمقراطيه ناشئه، عندنا تحالفات انتخابيه، ونعترف انه عندنا محاصصه سياسيه تتسلل تحت غطاء الديمقراطيه والحكومات الائتلافيه، بس بالتاكيد يمكن الجزء الاكبر من فريق المستشارين الفني والتخصصي للحكومه يختار رئيس الوزراء، بالتالي هناك اعتبارات للاختيار، يعني انا قد اكون يمكن في مجال العلاقات العامه في المجال السياسي، بس انا اعترف نفسي انه انا امام قمم كبيره في التخصصات الفنيه. يعني نعم، سيد رئيس الوزراء لديه فريق متخصص يشكل بلدوزر عمل في التخصصات الفنيه والعلميه والاداريه اللي يشتغل 24 ساعه ويشتغل بدون امتيازات، يعني لا حد يتصور انه انت هسه مستشار رئيس الوزراء عندك صلاحيات مستشارين الأخ الكاظمي وامتيازاتهم، كل شيء ما عندنا،